ترين دادر ليش خاوجين دادر شنو خصك العريان خصني خواتي مامولي هي اللي بقى لي هذا من دادر يا امي نمشي ديال من دادر عاد تقدمنا شويه كنا كنعرفو من دادر كنت تنعرفو ولكن ما ماشي بحال دابا بنادم ملي تيكبر عاد تيتطور اما ملي تكون صغيره ما تعرفي لا نضادر لا نضادر الحمد لله ان شاء الله يا ربي تري نضادر ديري كل شيء ان شاء الله السلام عليكم خوتي المشاهدين كي درتو لاباس عليكم كبقيتو مع الصحيحه كتبقاو وليداتكم نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحه جيده يا ربي واليوم جيناكم في هذا الفيديو نتمنىكم يعجبكم خوتي حنا غادي نديرو واحد السابع ديال جارتي اللي كنت ساكنه ان شاء الله في الدار الاخرى الاولى اللي كنت ساكنه تما واحد الجوره القديمه راه ولدت وراه عرضتنا السما عليها العزبه وراه نمشيو لعند هاد الصباح خوتي ودابا كما كتشوفوا بغينا نشاركو معاكم غير هنايا غير اللباس ديالنا خوتي حيت مايمكنناش حنايا العائله ديالا كون كان عائلتي غنشارك معاكم ما كتكونش حاجه خاصه بينا حنا راه تنشاركو معاكم ملي تكون خاصه بشي واحد مايمكنناش نصور لكم عارفين اخوتي السلام عليكم خوتي المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير كما كتشوفوا اليوم جاتنا واحد الفرحه هي اسبوع وكما كتفرحنا انا والوالده في الدار والله الا في الدار مشيو كل واحد شويه وفرحنا على واحد الانسانه من اطيب خلق الله الله يعمر سلعه ومبروك عليها العزبه وتكبر ان شاء الله في عزها وان شاء الله تكون دكتوره ولا شي حاجه وشي عروسه ان شاء الله يا ربي شكرا لكم اخوتي المشاهدين كما كتشوفوني جبات الخفطان ديالي والوالده الطم راهي اللي توحشني شي عرس يا الله خصنا نجمعوا راسنا نزوجوا عربي ان شاء الله انا باغا نشطح لخويا نخيط القميص نخيط القميص ديالي الاخرين هذاك القميص ديال التفيصه مو هذا القميص هذا جم دوبل عليه هذا انت شنو ندير له البريو تفتيني شويه ها الموديل اللي نوشتك مقادك انت الاولى عاد قصدي انت تقدم اه تقدم على مين وشكون اللي تيسبق العيد الكبير مش العيد الصغير وانت وانت هي الصغيره تبع خوتي شكون الصغيره ولا انت انت هي الصغيره وانت هي ما شوفي تقدي لي انت وصوبي لي الحاله وسكي على الحاله وعاد انا نجي الا قديتك انت وحطيتك وبقيت نشوف فيه علي انا قاد نوض لبس الحاجه بايلي يفرشك برضه والله لا جيتي بحال شي عروسه خاصني غير عروسه قولي حاجه اش تقولي عروسه وعروسه داس لي العرس داس درت عريسي تا هي كاين الناس والو ماشي قلت لك زعما زعما جيتي بحال شي عروسه انا تقولي لي حاجه ان شاء الله يا رب السر الامنيه ديالي هي الحج اما العرس دواس العرس اللي حتى درت عريسي اللي حتى درت وليدات انا ما ندير درت بنيتي بارك عليا خصني دابا ان شاء الله غير شي حجه خوتي هذيك هي الامنيه ديالي لا هذيك هي الامنيه ديالي الحج ان شاء الله يا ربي وبارك عليا الحنان ديالي مرحبا اش نقول لكم اخوتي لبس حد هاد القمايص في هاد الكوا محل اللي لبستي شي جمره على عظامك والله اخوتي العافيه العافيه شاعله وزادها بالشال وشدت بلاش ربي الحبيبه ربي ربي تبرد علينا الحبيبات ربي تبرد علينا ربي يا ربي وما يا خوتي اش نقول لكم والله يلطف بينا وهذا ما كان الا ما لبسنا قميص نضرب لك هنا ديرك ضرب لينا وافك باش من تسلمي من تسلمي على بنادم ما ديرش حلوك ما مزيانش الريحه في الحال تشيبني ماشي تشيب تتحرك البشره يا انتي يا كندي ايوا تبارك الله عليكم اخوتي بغينا نشاركو معاكم حويجاتنا وما تا كان السبيع ديالنا نشارك معاكم كلشي ولكن دابا اخوتي ماشي ديالنا لا انا ما بلا ما ديري ليه هكا واش نقول لكم الحباب ديالي لبس بحال لبس شي عافيه على اللحم الحراره وزدت بهذا القميص كنت عطيتيني غا عبايتي مشيت مهاويه فيا والله ولبسي دابا نتيا ريال عارف كيف صورك شادك على
مشكل، ما تنديرو حتى شي حاجه، كنصوبو شالنا وصافي. كيجينا زوين ناضي ناضي تيجي معاك الحيجين الشان على هذا سرحي بكلشي منين خصنا شي عرسيه وصافي. ان شاء الله نتمنى لمريم كطلعت وكتبوا شي كومونتيرات زوينين في حالكم، الله يزين ايامكم ويخليكم ليا العزاز الغاليين كيجيناكم الحباب ديالنا. واش هاد القميصات زوينين ان شاء الله، مازال نشاركوا معكم هذوك التفاصيلات اللي قال لنا الحاج اللي من طنجة نشاركوها معكم ان شاء الله. ما ندير لا دماغ لا دماغ لا والو غادي ما كثر خير اختي حليمه مسكينه اختي سمشي تندخلهم حتى يجيوني مزيرين سردتهم من مريه سامرين بغيت نتكلم وانا غير ما تعجبونيش هادو وطلعين هنا راني في الحاجه ياك سهل يكون خير سهل الجنه ان شاء الله انت انا ندير دماغي واخا ماشي ذهب دابا مولي في المصطفى غير الصحيحه والسلامه والله ما تهمنيش ذهب الصحه اللي كانت عندك بنيتي راه عندك كلشي لما كانت عندك الصحه راه ما عندك حتى حاجه صحتي ان شاء الله والذهب مولي فلوس وكلشي ان شاء الله. بخوتي المشاهدين تتمناو يطلعوا لنا القناه ديالنا بالابوني ديالهم وبالجيم ديالهم ويوقفوا مع خصهم يطو والله تعالى يوقف معاكم والله يخلي لكم ديماتكم ويخليكم الصحه ديالكم اخويا يحن عليها ان شاء الله ان شاء الله يا رب. واش سيتي ما ندير لا سلسله لا والو والله سديري خاطر بنيتي ما تيجيش قال والله بنيتك الله يستر داسولك انتيا ولكن انا تديري في الصغير ما جايش في الصغير ما ندير لا سلسله لا والو ديالك هذيك ديري انتيا اللي صغيره انتيا كلشي ايوا عرفت انا كلشي راك عارفك المعزه ديالك قداش ولكن انتي اللي ديري صغير هكا لا انا من وحده وداير ورد هكا لا ما تديري لا ما تيجيش في الصباح الصغير ويا كنت بنتك عزيزه عليك عزيزه عليا ايوا صافي ولكن ها انت سيجي في هذا الصباح ولكن اخوتي الصغار الاولاد قدام قداش هانتوما ما تبغيش يدخل ليها تيوصل تيوصل لحد حد هنايا هانتوما الصباح كبير عادي يجي خصو شويه شويه يزيد كبر والله يدير لكم صحه خير اخوتي يدير لكم ربي صحيحه نتوما وليدات كما خوتي غنمشيو ان شاء الله خوتي يقول لكم دابا غادي السبيع ودابا اخوتي حنا غنمشيو ونخليو غير السر عربي هنايا ودار السر عربي انت كاع تبكمت ما مريض راه مريض هاد النهار اخوتي ديك الرجل والله الا ولات حيات عليه ولكن تا هو خوتي متحيدش من الماء تنقول له غير تمم ربي قابل لك غير تمم ربي قابل لك ولكن اخوتي بغيتي يفزكها ولات حلات الفم قدك ولكن هذيك الرجل راه خصها تغرز هو اللي ما غرزاش ضيع رجله ولات حلات فمها ولات كتسيد والله العظيم عاد نولي انت غدا الطبيب ان شاء الله يا ربي نشوفو عريس ان شاء الله يا ربي وتخلي كل وليدات ان شاء الله لميماتهم ويخليكم ليا العزاز الغالي اللي درنا كنشاركوها معاكم كنتمنوا هذا الفيديو يعجبكم وكون في الحسن الظن ديالكم اخوتي جمجموف اللهم تعالى يعطيكم الخير ويعطيكم التيسير ان شاء الله يا ربي ويخلي لكم الصحيحه ويخليكم على خير وكما كتشوفوا حنا تقادينا قدامكم نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله يكون في احسن الاحوال ديالكم وشكرا لكم بزاف ونتلاقاو بالسلامه عليكم واحلى بوسه ليكم.